بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، مدينة الإسكندرية هتشهد ماراثون بطول 4 كيلو على شاطئ لوران للتوعية بضرورة مواجهة التغيرات المناخية. الفعالية بينظمها مجلس الشباب المصري والمكتب العربي للشباب والبيئة ضمن مبادرة بلدنا تستضيف قمة المناخ COP27. النهاردة وزارة الأوقاف حددت موضوع خطبة الجمعة تحت عنوان الدين والإنسان، وطلبت الأئمة بضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصاً أو مضموناً على أقل تقدير، وألا يزيد زمن الخطبة عن 10 دقائق. النهاردة المية هتقطع في بعض مناطق القاهرة بسبب أعمال الصيانة. المناطق اللي هتتأثر هي عين شمس الشرقية بالكامل، الشيراتون، والكلية الحربية، وده هيكون من الساعة 11 بالليل لحد الساعة 5 الفجر. لعشاق الكرة الأوروبية موعدهم النهاردة مع 6 مباريات قوية في إطار الجولة الثالثة من بطولة كأس الأمم الأوروبية، منهم مباراة منتخب فرنسا مع النمسا والدنمارك مع كرواتيا الساعة 9:15 بالليل.